السلام عليكم. في سؤال يجي لي صفحة ازاي ارسم سلم بيتكون من طلعتين وبعد كده بتقابله في لاندنج او بسطة وبعد كده بيكمل في طلعة واحدة. هنبدأ نشوف ازاي نرسم الستير. بختار ان انا هرسم الستير من ليفل واحد ليفل اتنين في حسابهم لهم 22 درجة. فقول مثلا على سبيل المثال هنخلي هنا مثلا 10، وبعد كده في لاندنج هتبقى بالشكل دوت من هنا لهنا، فيبقى الطلعة بتاعتي مثلا من هنا بقية الأدوار بالشكل دوت. تمام. طيب أنا عايز ده يتكرر الناحية دي، فبكل بساطة هقول له كوبي أو ميرور. أقول له ميرور أي أسلوب من الاتنين ينفع، وبعد كده أعلم على اللاندنج ديت وهسحب لحد ما أوصل للسلم اللي هناك بالشكل دوت. هو أوتوماتيك هيظبط كل حاجة. تمام. طيب كده ممكن نشوفها في 3D. بسيطة جدا. خلينا نكبر ديت السكوب بوكس بالشكل ده. طيب لو انا عايز اخلي الحتة دي بشكل ارك كده تدي شكل جمالي، تمام. اجي اقول له edit stairs وهبدأ اعلم ان انا عايز، هقول له هنا ده convert. تمام. هدوس عليه مرتين، اقول له انا عايز درجات رايزر. تمام. وعايز ارك من هنا لهنا، وهبدأ احط ارك كده خفيف بالشكل دوت، وممكن برضو كام درجة كده لو انت عايز من هنا لهنا برضو بنفس الشكل، وممكن تلغي بقى الخطين دول وده يكمل للاخر. اقول له فينيش وابدا اشوفه في 3D وفي السكشن عامل ازاي. بس ما فيش حد يعمله لمجرد ان هو عارف في الاداه، يعني كان الاول يقول لك الشكل يتبع الوظيفه، وبعد كده الشكل بيتبع البرنامج، الشكل بيتبع الاحداثيات بتاعه البرنامج. تمام. فانا هقول له انا عايز اشوفه في 3D. معايا حاجة بالشكل دوت. تمام. تقدر تغير فيها زي ما انت عايز.